جميلة والله أنا فان حقتك. طبعا عرفت ايش كل حدايا. حرام عليكي حرام عليكي. محمد كامل جوجو هلا بالزين هنودة هلو ready for tonight babes ready yay يعني نهاية آخر باب يعني يعني ندخل بعد السيارات عادي يلا كمل وبعدين هم حيخشوا في الباب اللي هناك اللي شو هنا عرفونا منين باغي ندخلوا هادشي غير باش يقلبوا لنا على شي بلاصه ندخلوا الباب ما ندخلوش زعما مع المعازيم باش نكونوا فهمتوا من جهه الفرقه وداكشي. سلام سافا مزيان بخير اموركم هانيه هلا اين هاد لي ستوري هادو لواحد الفئه سواء كانت عندي في انستغرام او لما كانتش عندي. عمركم غتلقاوني شي نهار كنحط شي مشكل شخصي او شي حاجه كتهمني او شي حاجه كتخصني في لي ستوري ونبدا نهضر عليها واخا او نبرر او نوضح علاش لان حتى شي واحد ما من حقه وحتى شي واحد ما كيهمو الامر او من حقه يتدخل او يتسائل لان حوايج امور شخصيه كتهمني انا بوحدي ما كنسمح حتى شي واحد اخر ما غادي حتى شي واحد اخر استفاده. لهذا كنتمنى يعني الضجه والمجهود اللي كديروه باش تعرفوا مسائل شخصيه اللي كتهم بني ادم اخر حاولوا ديروها باش تحلوا مشكل كنعيشوه باش تحاولوا تلقاو حل. هذا هو النصيحه اللي بغيت نوجه لكم هذا للبعض ماشي كلشي لان ماشي كلشي تيفكر بنفس التفكير وماشي كلشي كيتدخل في الحوايج اللي ما كتهموش يعني كاينين واحد الفئه اللي مربي على هادشي فاليوم هاد لي ستوري هذا ما كان اجتهدوا في حوايج اخرين يعني انا ما كرهتش الصفحات اللي كتبقى تنشر يعني فلان قال يا ترى فلان شنو كيقصد هادشي كيتسمى يعني شي حاجه اقل من تفاهه شي حاجه اللي ما غاديش حنا تهمنا حنا ماشي سوقنا حنا ما كيهمناش حنا هذا شنو قال ولا هذا شنو كيقصد يعني حاولوا تجتهدوا انكم توصلوا الصوت ديال الناس تجتهدوا تحطوا مساعدات شي حد باغي يعاون شي واحد محتاج شي حاجه حطوا حاجه اللي نستافدوا منها ما يزيدنا والو نعرفوا على شي واحد شي حاجه هذا كيتسمى يتخربيق يعني حاولوا تبدلوا من نفوسكم وهذا سيري دابا بغيتي تشتكي معايا لا دابا ما بغيتيش تقطقي معايا لا بغيت ندير معاك تيك توك واش هادو يا المشاهدين انا نقول لكم الحقيقه على مائده الافطار هاد السيده عندها فلوس عندها الاموال الطائله وغاردي الصالون عندها كلشي خليني في الجوعانه ما كتعاوني لا ماديا لا معنويا وخصني نهضر لكم بالصراحه شجعوا هاد الفيديو عندكم كافي زوجي صحاب الحسنات وحطوه لا خصو ما يعرف هذا دراجي المهم انا مريضه عندي السكر عندي فشل كلوي من الدرجه الاولى عندي اختي ضعف القلب هانتوما ها المكانه دفعي الرابط عندي قضية حامضه وهاد اختي ما تتعاونني ما تتساعدني وعندها فلوس هانتوما هي المشاهدين مسكنه في الصحيط وعندها قلت لي من الرسم اللي تحت عطاك غنحيد هاد الفيديو الله عطاك ولاد ريسه في لاباغ دانفو شنو لاباغ دانفو جوزيان دابا بدا صح كوفيتير جوزيان بدي كوفيتير الفول كوفيتير فين كوفيتير ما صغير اليوم باكل كوفيتير اوكي داكور ويلي جوزيان صوبات لي خبيز ولكن عامر بالكوفيتير كوفيتير حلو بزاف وانا مصوبه قهوه حلوه اوكي جامي كوفيتير لا صافا جامي سي بون اي مدام ام اي فابوتو وادي جوزيان زوينه ياك وادي قالت لك واش بيتي ويلي
جزيان وي مدام بغيتي بحال ماماك لا خدام عليا وفلوسي تنصيرهم على ولادي وفلوسهم تيصيرهم عليا صافي عطيتهم صافي بركه عليهم خليهم تيعاودو تاني يجبدو الجديد بدو وليت سينوي كان كيكلك معلم عبد القادر تحياتي احسن معلم احسن شيخ احسن قدوه في مدينتي كنحترمو كنقدرو كنحبو بزاف 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 تحياتي تحياتي يا معلم تحيه من عند واحد من ولادك في الرباط مين ردتي حضرني راسي تيحطوا لي الطنس والله يعطيكم ان شاء الله المره كاينه لابار ان شاء الله انا ترى فقدت لي القيمه هذا باقي ما خلقتش صاي خلقتي مرض واحد اخر 1997 شهر 4 واش الله يشافيك امين الله يشافيك الله يشافيك من مرضك اتقتم امي ما عرفت تقتم وتقتم ورا الريه قرقرت فرفرت في القرقارات Thank you.